تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ويا مرحبا بكم السهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. أرحب مستمعين الأعزاء بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذة نور نزال، والتنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء أرحب بأراءكم وملاحظاتكم وتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة التوعية التغذوية، ولكن بناخذ الخبر هذا من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن ما الذي تحت عنوان ما الذي يعني وجود مذاق معدني في فمك. يدعم طبعا فيتامين دال وظيفة المناعة وقوة العظام ونموها وإعادة تشكيلها وامتصاص المغنيسيوم، لكن الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى رد فعل سلبي. فيتامين دال المفرط يمكن أن يتسبب أيضا آثار جانبية تضر بالجسم، وبالتالي من الضروري معرفة ما إذا كنت تعاني من جرعة زائدة من فيتامين دال. وأكدت مستمعين الأعزاء أيضا هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أنه منذ أواخر مارس إلى سبتمبر يجب أن يتمكن معظم الناس من الحصول على كل فيتامين دال الذي يحتاجونه من أشعة الشمس على بشرتهم. ولكن مع النظام الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن يظهر أو تظهر أعراض معينة لجرعة زائدة من الفيتامينات. وعلاوة على ذلك قد يعاني بعض الأشخاص أيضا من ضعف العضلات والإرهاق غير المبرر والتهيج والقلق، ويمكن أيضا أن يؤدي إلى استهلاك طويل المدى أو المفرط لمكملات فيتامين دال أو الأطعمة إلى التسمم. وحتى يمكن عندما تتوقف عن تناول أقراص فيتامين دال قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تتلاشى آثار السمية هذه. مستمعين الأعزاء ناخذ أيضا فقرتنا التوعوية ومع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمية مصطفوي، وحديثنا عن فوائد حبة البركة. أستاذة لمية صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلي. نبدأ فوائد حبة البركة، بس قبل ما أنا أتكلم عن حبة البركة بس بعرفكم كأريز بسيط شو هي حبة البركة. نعم. حبة البركة أو الحبة السوداء هي من نباتات البحر الأبيض المتوسط، ومن أشهر استخدامها في الطب والعلاج منذ القدم. في وايد مسميات لحبة البركة مثل ما قلت أنا، هي الحبة السوداء أو الكزبرة الرومانية أو الكمون الأسود. إنزين، بتكلم الحين عن فوائد. فيها وايد فوائد، ومنها هي مضاد للجراثيم والالتهابات، من ناحية تساعد المناعة وتحارب العديد من الأمراض، وخفض الكوليسترول. بما أن الحبة السوداء حفروا اللي بتعرف أن الحبة السوداء تساعد في خفض الكوليسترول السيء في الدم، ويساعد على سيطرة ضغط الدم وخفض نسبة الدم. وبالتالي الحبة السوداء دور كبير في الوقاية من عديد من مشاكل الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايين. علاج التهاب، الفائدة الثالثة فيها علاج التهاب البلاعين، هي فيها معالجة التهاب البلاعين واللوز، بالإضافة إلى أن لها خصائص تجعلها تساعد في تخفيف من أعراض الربو. بعدين تعزز في أن الحبة السوداء لها دور كبير في تحسين الذاكرة وتقويتها. بعد في حتى لها دور في نمو الشعر وزيادة كثافة الساقط.
حتى السودة في فايدة منها حتى أنها تعالج علاج النقرس، هي تعمل على إخراج الحمض اليوريك، وهذا الحمض هو اللي يتسبب في الإصابة بمرض النقرس. نعم. وبعدين تعامل على القضاء على الفطريات المعدنية والجراثيم. وبعد في منها تعمل على ضبط درجة حرارة الجسم وعلاج الالتهابات، بالأخص تلك الالتهابات اللي ترتبط مع حب الشباب. وفي ناس يقولون ان في دراسات تقول يعني ان الحبة السوداء مفيدة في علاج من السرطانات، حيث تحيد نمو الخلايا السرطانية بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من المضاد اللي قلت لكم انا من اول شيء. صحيح. بعدين الحبة السوداء تعمل على تأليم الجروح، وتساعد على عدم على علاج الندبات، وتعمل أيضا على التقليل من الصدفية والحد من التهابات البشرة. نعم، أيضا أستاذ لمي، هناك بعض الزيوت للحبة البركة، يعني لو تحدثينا عنها، عن كيفية استخدامها. في زيوت حبة البركة، في زيت يتسمى زي الزيوت اللي هي الطيارة، اللي تحتويها أو تعمل على تخلص من تقلصات الأمعاء، كما تساعد على استخراج وإرخاء العضلات وخفض نسبة السكر في الدم. وبعدين في زيوت ثانية اللي هي طبعا زيت من زيوتها اللي أنا قلت لهم هي حق صحة الشعر، نعم. تستخدم طبعا هي سائلة يعني. وبعدين في الحفاظ لمشاكل البشرة، كما قلت هي من الزيت، منها تدخل حبة السوداء في علاج العديد من مشاكل البشرة، الحب الشباب اللي أنا تكلمت عنها، وليش إن فيها حمض احتواها على مضاد الأكسدة وحمض الدهنية اللي تساعد على تساعد في علاج جفاف الجلد. هذه الأشياء. نعم، ممتاز، شكرا أستاذ لمية مصطفى. قبل ما أنهي كلامي، في بس نصيحة بعطيهم إياها: إذا فكرت في تناول حبة سوداء الريش، عليك أن تناول الحبة السوداء اللي تكون حمصت قليلا على النار دون إضافات. الحبوب السوداء النية قد تكون ثقيلة المعدة، وبعدين كثرة الشيء ممكن يضره، مثل في أشخاص لازم يحسبون منها، مثل الحوامل، الأطفال، المرضعات اللي مصابون بانخفاض ضغط الدم، هذه لازم يحاسبوا منها. الأشخاص الصحية، لأن ضغط الدم فهذه لازم يوقفون حبة البركة قبلها بأسبوعين. مرضى السكر ياخذون نصايح الدكتور قبل ما يدخلون حبة البركة. نعم، وهذا هو. أستاذة لمية مصطفوي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. الله مستمعينا الأعزاء، حديثنا وموضوعنا بعد الفاصل، مع بنتحدث مع الأخت فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي للدم الحبل السري، وموضوعنا بيكون عن المواضيع أو الحديث عن خدمة التسجيل الإلكتروني. ولكن مستمعين الأعزاء، بعد الفاصل خلكم ويانا يعني إن شاء الله، وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما، إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بمستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، حديثنا مع الدكتورة والأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي للدعم الحبل السري والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة الهاشمي. مرحبا، السلام عليكم، شكرا لاستضافتكم في البرنامج. الله يسلمك أستاذة فاطمة. طبعا مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث في هيئة الصحة بدبي من المراكز المتخصصة الحقيقة المتميزة في خدماتها. لو تحدثينا في البداية أستاذة فاطمة عن المركز وعن خدماته. مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث المركز الحكومي الوحيد في الإمارات. طبعا هذا المركز ممكن الأم فيه أنها تخزن دم الحبل السري
لمدة 30 سنة. في حالة لا سمح الله احتاجت العينة في المستقبل للزراعة يكون لها دم الحبل السري مخزن في المركز. طبعا طريقة اللي هو التخزين جدا بسيطة، اللي هي بعد ولادة الطفل يتم تجميع هذا الدم الحبل السري في كيس تجميع خاص ويوصل عندنا المركز، وحنفصل فيه الخلايا الجذعية من هذا الدم ونخزنه في الحاضنات النيتروجينية لمدة 30 سنة. نعم طبعا. الفئة المستهدفة أستاذة فاطمة يعني من الخدمات هاي، هل أنتم تعاونكم مع المستشفيات طبعا مثل مستشفى لطيفة وباقي المستشفيات؟ طبعا نحن نتعامل مع مستشفى كل مستشفيات الهيئة، المستشفى لطيفة ومستشفى دبي اللي هو فيها الولادة، مستشفى لطيفة ودبي ومستشفى حتى ومستشفيات الخاصة بعد اللي موجودة كلها في الإمارات، بعد متعاونين معها توصلنا العينات من عندهم. فنحن ندرب الطاقم الطبي على الطريقة المثلى لسحب دم الحبل السري عشان نتأكد أن العينة تكون ناجحة في حين فصل الخلايا الجذعية. صحيح. طبعا أستاذة فاطمة يعني آلية العمل في المركز، وأكيد طبعا هناك أنظمة يعني ذكية مستخدمة في المركز، لو تحدثينا أستاذة فاطمة عن خدمة التسجيل الإلكتروني لتخزين دم الحبل السري في مركز دبي لدم الحبل السري. طبعا نحن في البداية كنا نعتمد على زيارة الأم للمركز لتسجيل دم الحبل السري. طبعا بعد انتشار فيروس كورونا طبعا احنا ما نشجع الام الحامل انها تزور المركز، نحاول قد ما نقدر ان نشجعها انها تسجل عن طريق الاونلاين او البريد الالكتروني. فهذا العمل قمنا فيه طبعا لما انتشر الفيروس اساسا نخفف زياره الامهات للمركز دبي دم الحبل السري والابحاث. طبعا هي اليه جدا بسيطه، ان الام كانت في اي اماره من امارات في الامارات في اي اماره تقدر انها مجرد انها تبعث ايميل على dcrc@dha.gov.ae وتطلب فيه تخزين دم الحبل السري وتحط فيه رقم موبايلها، ويتم التواصل مباشره مع هاي الام بارسال جميع الاوراق المطلوبه للتسجيل عن طريق الايميل. الام تعبي هذه الاوراق كلها عن طريق الايميل ويتم ترسلها لنا، نحن نراجع هذه الاوراق ونشوف ان الام قابله للتسجيل، بعدين نرسلها رقم الحساب البنكي للهيئه لتحويل المبلغ اللي هو 9000 درهم للتخزين. بعد ما يتم تحويل المبلغ واستيفاء الشروط نبعث للأم اللي هي عدة التجميع لمكان اللي هي متواجدة فيه. فسهلنا العملية أن الأم ما تحتاج أبداً أنها تجي للمركز، وهذا الشيء اللي نحن حابين نركز عليه، لأن ما نبغى نعرض لأي حد للخطر بزيارة المركز الحبل السري أو أي مكان، فنسهل عليها بوجودها في مكانها تقدر مجرد أنها ترسل إيميل ونحن نتابع الإجراء ونكمل الإجراء كله بأسرع وقت ممكن. نعم ايضا استاذة فاطمة طبعا يعني اكيد تم وضع يعني بروتوكولات وتم وضع يعني آلية معينة لاطلاق يعني طريقة التسجيل الالكترونية هاي، لماذا تم اطلاق يعني هاي الطريقة طريقة التسجيل اونلاين لمتعاملين المركز؟ طبعا الفكرة اللي هي مثل ما انا قلت ان هي نحن قبل كنا يعني الأم كانت تي تحب تي تشوف المركز نفسه وتشوف طريقة التخزين، نحن عندنا لابات بعد وعندنا حاضنات نيتروجينية في المركز، فكانت يعني في بعض الأحيان تفضل أنها تزور المركز بنفسها وتشوف طريقة التسجيل. لكن طبعا الحين مع انتشار جائحة فيروس كورونا حطينا بروتوكول جديد أن نخفف وما نبى الأم أنها تي للمركز على أساس أنها ما تتعرض لأي خطر بانتشار الفيروس. فبدينا بالبروتوكول أن نشجع الأم أنها تخزن عن طريق اللي هو البريد الإلكتروني، فوزعنا هالبريد الإلكتروني في كل المراكز الصحية الأولية وأعطيناها للمستشفيات، مستشفى دبي، مستشفى لطيفة، وبعد في مستشفى حتى دربنا الكادر الطبي على الطريقة الجديدة إنه يوصلون المعلومة للأمهات الطريقة البسيطة للتسجيل بدم الحبل السري. فكل الكادر الطبي المتواجد في هيئة الصحة اللي هو فيها يستقبلون فيها أمهات الحوامل يعرفون عن هذا الإيميل اللي ممكن الأم تسجل عن طريق البريد الإلكتروني بدون الحاجة إنها تأتي المركز. فكل الأوراق المطلوبة سهلة جدا، يكون فيها العقد ويكون فيها تاريخ الاستبيان الصحي للأم، وطبعا اللي هو معلومات الأم ومتى وقت الولادة تعبيها، يعني شغلة تأخذ 10 دقائق، بعدين تبعثها لنا عن طريق البريد الإلكتروني ونحن نراجع هذه الأوراق كلها ونتأكد إن الأم قابلة للتخزين، ونبعث بعدين هذه الأوراق كلها نبعث لها بعدين عدة التجميع اللي تساعدها على سحب دم الحبل السري، وتأخذ هذه العدة معاها وقت الولادة
انها يجمعوا لها دم الحبل السري. اذا كانت الولاده في المستشفيات الحكوميه لعده التجميع تكون متواجده في المستشفى الحكومي، في مستشفى لطيفه ودبي تكون موجوده العده. اما اذا كانت الولاده في المستشفيات الخاصه فتكون نحن نرسل لها العده انها تاخذها معها وقت الولاده في المستشفيات الخاصه. استاذه فاطمه، لو يعني مثلا تحدثين عن الاليه، مثلا اذا وحده تبغي يعني تستفيد من هالخدمه، اذا كانت مثلا في مستشفى حتى ولا مستشفيات اخرى، كيف يتم يعني اعلامها هي لكم انتم كمركز، او انتم كيف يتم اليه التواصل مع هؤلاء النساء؟ طبعا احنا حاليا ما نشوف الامهات على اساس مثل ما قلنا في البدايه ان صحيح. ما نشجعهم ان يجون يزورون المركز، فصرنا نعم. نتواصل معهم عن طريق الكادر الطبي، ان الام في فتره من الزمن لازم تراجع طبيبه التوليد انها تشيك على البيبي، فهي تراجع المراكز الصحيه الاوليه. طبعا احنا حين مركز المنزل اللي حاطينه زين، وطبعا وتراجع اللي هو المستشفيات الخاصه. طبعا يكون لها تعهد، احنا اكثر شيء التركيز على المستشفيات الحكوميه اللي يراجعون، ان نحاول ان نثقفهم بوجود هذا المركز. كيف الكادر الطبي الموجود اوريدي مدربين، ان هم الممرضات والدكاتره التوليد مدربين على الاليه الجديده اللي هو يثقفونهم عن دم الحبل السري والمعلومات اللي هي يحتاجون يعرفونها عن الحبل السري وطريقه التسجيل الجديد، اللي هو انه ما في داعي انك تزورين المركز، مجرد تبعثين الايميل على dcrc@dha.gov.ae بالنش طلب انك تبين تخزنين دم الحبل السري، ونحن الفريق في عندنا فريق يتم التواصل مع الام ويتم تسجيلها عن طريق الاونلاين. فالحمد لله يعني قدرنا ان نوصل بطريقه غير مباشره للام عن طريق الكادر الطبي المتواجد في هيئه الصحه. صحيح. ايضا استاذه فاطمه، نحن نعرف بان في مركز دبي للدعم الحبل السري يعني اليه العمل يتم يعني العمل بواسطه فريق طبي مميز ومتكامل. لو تحدثينا عن طريقه التواصل يعني بين الفريق الطبي في مركز دبي للدعم الحبل السري والمتعاملين، وخاصه في فترة يعني كورونا فيروس، ويعني مثل ما نقول بأن يعني العلاج عن بعد، أو يعني التعامل مع هؤلاء المتعاملين عن بعد. طبعا نحن حاليا قبل كنا ندرب الكادر الطبي على الطريقه المثلى لسحب دم الحبل السري، بان نحن نروح هناك للمستشفى وندرب الكادر الطبي. والحين طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا نحن ما نقدر نسير ونقابل الكادر الطبي وندربه، على اساس انه انه يعني ما يكون في اي اجتماع ولا شيء من هالقبيل. فطبعا سوينا هذا الشيء، تدريب الكادر الطبي عن طريق اونلاين باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز. طبعا مايكروسوفت تيمز برنامج مرخص من هيئه الصحه، وطبعا نستخدمه نحن في تدريب الكادر الطبي. فيكون نفس الشيء اللي كيف كنا نسويه بالحضور الشخصي نسويه عن طريق المايكروسوفت تيمز. الكادر الطبي نجتمع فيه 3 مرات في الأسبوع، طبعا ندربه على طريقة السحب. طبعا عندنا نحن دمية اللي هي فيها الحبل السري والمشيمة، وباستخدام هذه الدمية ندرب الكادر الطبي على طريقة المثلى للسحب، يعني يقدرون يشوفوني مباشرة عن طريق الأونلاين. صحيح. ويكون إذا في لهم أي أسئلة ولا أي شيء يسألونه نفس الوقت، بعدين يكون في امتحان بسيط نمتحنهم عن طريق التليفون، اللي هو نتأكد أن هم لهم كل المعلومات وعندهم كل الطريقة للسحب وأن هم جاهزين أن يقومون بهاي العملية. فالحمد لله لنا الحين طبقنا هذا العمل في مستشفى حتى عن طريق عن بعد، تدريبهم عن بعد، وطمعنا لهذا الشيء طبعا نجاح كبير، والحمد لله استقبلنا من عند مستشفى حتى عينات كانت وزنها تمام والعينة كانت مسحوبة بشكل جدا جدا جيد، فهذا دليل على نجاح التعليم والتدريب عن بعد. صحيح. الحمد لله يعني جائحة فيروس كورونا علمتنا أن كيف نستخدم الوسائل الذكية فإن نوصل وما نوقف الشغل ونكمل فيه ونقدر نوصل لأفضل النتائج. صحيح. طبعا استاذة فاطمة، مثل ما ذكرتي بأن يعني الاستفادة من الخدمات الذكية، طبعا هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من المبادرات والكثير من الخدمات اللي تقدم للمتعاملين بشكل يعني ذكي، بشكل يعني تطبيقات أو برامج ذكية. كيف تشوفين استاذة فاطمة يعني مدى قبول ويعني انطباع المتعاملين عن الخدمات هاي الذكية واللي سهلت لهم الكثير من الإجراءات الحقيقة؟ الحمد لله نحن يعني شفنا سعادة كبيرة من المتعاملين، خاصة من ناحية تخزين دم الحبل السري، يعني وايدين يخزنون وهم المسكن عندهم ساكنين في عمان أو ساكنين في أبوظبي أو ساكنين في فجيرة أو دبا، في مناطق يعني إنها بعيدة ويصعب عليهم إنهم يضربون درب
ليون للمركز. فمجرد ان تطبيق هذا الذكي انك انت تقدر تسجل عن طريق الاونلاين وتعبي كل الاوراق وتوصلك العده اللي عندك بدون ما الحاجه انك تزور المركز، طبعا هذا خفف عبء كثير كأم حامل اولا، وغير ان هي كأم انها ما نعرضها للخطر. فلقى اقبال كبير الحمد لله، وعندنا تسجيلات عديده بشكل يومي، يعني عندنا تسجيلات بنسبه كبيره ان الامهات بدل شفنا الاقبال اكثر لما صار التسجيل عن طريق التطبيق الذكي من ان ما كان التسجيل بحضور الام. فالحمد لله هذا دليل على ان هم سعيدين باستخدام التطبيق، وان قد ما نقدر نحن نجاوب على اسئلتهم وان ناخذ ارائهم بالاستبيانات عشان نتاكد ان هم قدروا يوصلون لكل المتطلبات اللي يحتاجونها. صحيح، وهذا طبعا يعني مبادره يعني جميله جدا استاذه فاطمه من مركز دبي لدعم الحبل السري لتخفيف معاناه بعض الناس للوصول، وايضا انتم طبعا بحثتوا في الموضوع هذا على اساس انه يعني لا حد يوصل المركز ويتعرض سبحان الله لاي اذى ولا شيء خلال المرحله هاي. طبعا خاصه فئه الحوامل، يعني قد ما نقدر ان نحاول نحافظ ونبعدهم وان ما نعرضهم، ونحن ندري اهميه تخفيف دعم الحبل السري إنه مهم جدا في علاج أكثر من 80 مرض من أمراض الدم. فعشان إن ما نخلي الأم تحتار إن كيف أنا أسير أخزن وكيف أسير أسجل وأنا خايفة أعرض نفسي للخطر ولا شيء من هالقبيل، أنا حبينا إن نطبق هذا التطبيق على أساس إنه يسهل على الأم وما تحاتي، وهي في مكانها تقدر تسجل وتقدر تحظى بفرصة تخزين دبل حبل السري. صحيح. أستاذة فاطمة، أنت تحدثتي بأن يعني أهمية تخزين دم الحبل السري مفيد لأمراض كثيرة في المستقبل، لو تحدثينا عن بعض الأمراض اللي ممكن يتم الاستفادة من تخزين هذا الدم الحبل السري مستقبلا. طبعا دم الحبل السري ممكن يعالج 80 مرض من أمراض الدم، اللي هي مثل الأمراض الثلاسيميا، اللوكيميا، الأنيميا المنجلية، الأمراض المناعية، الأمراض المتخصصة في العمليات الأيضية، كثير من الأمراض. وطبعا ثبت علاجه في جميع الدول أنها ممكن تعالج أكثر من 80 مرض، وهي عبارة عن خلايا غير متخصصة طبعا وبنوية تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة. فسبحان الله، هي خلايا جديدة جاية من البيبي بعد ما هو الطفل ينولد، من المشيمة نفسها هذه الخلايا موجودة. صحيح. يعني تنسحب من دم الحبل السري اللي هو المتواجد في الحبل السري من المشيمة جاية هاي الخلايا الجذعية. طبعا لها مصادر ثانية الخلايا الجذعية اللي هو من النخاع العظم، لكن طبعا معروف الخلايا الجذعية من الحبل السري يعتبر من أجود أنواع الخلايا الجذعية، إنها تعتبر خلايا ما تعرضت لأي عوامل طبيعية، وخلايا يعني غير متخصصة، وممكن أنها تنقسم وتتحول لخلايا كثيرة لعلاج كثير من أمراض الدم. نعم. أستاذة فاطمة، هل من كلمة أخيرة أو نصيحة للمتعاملين حول موضوع يعني تخزين دم الحبل السري؟ طبعا أنا أشجع كل أم أنها تخزن دم الحبل السري، خاصة إذا كان في أمراض في العائلة، يعني إذا كان لها لا سمح الله طفل مصاب بثلاسيميا أو أنيميا منجلية أو شيء من أمراض الدم، هذه الفرصة موجودة، وحين التسجيل جدا سهل، يعني أن هي ما تحاتي موضوع انتشار فيروس كورونا أنه يمكن يمنعها من هاتي المركز تسجل. طريقة التسجيل جدا سهلة، أنها مجرد تبعث إيميل لإيميل المركز اللي هو dcrc@dha.gov.ae وتطلب فيه تسجيل دم الحبل السري، وتحظى بهالفرصة أنها تخزن هذا الدم، لأن نحن بنخزن لمدة 30 سنة، نحن ما نعرف في هذه المدة 30 سنة شو ممكن يصير وشو مدى حاجتنا لهذه العينة. فالحلو أن الواحد بالعكس صحيح أنه يستغل هذه الفرصة، لأن في النهاية المشيمة والحبل السري تعتبر من النفايات تنرمي، يعني ما لها أهمية إذا ما تخزنت، فليش نحن ما نستغل هذه الفرصة ما دام متوفر كل الطرق لتسهيل هاي العملية، أن نخزن هذا الدم في الحاضنات النيتروجينية بمبلغ بسيط ل 9000 درهم. طبعا شغلة بغيت أضيفها، في حالة عدم توافي العينة لشروط التخزين المبلغ يسترجع، 8000 درهم يسترجع للأم، ويتم بس اللي هو مبلغ التسجيل 1000 درهم. طبعا الاسباب اللي تكون اللي ممكن العينه ما تكون متوافيه للشروط، اذا كانت العينه قليله الدم، يعني ما كان فيها خلايا جذعيه كافيه، او ما كان فيها كان خلايا حيه، او فيها اي تلوث ممكن انه ما يساعد العينه انها تخزن في الحاضنات النيتروجينيه. فاشجع كل ام يعني انها تستغل هذه الفرصه، والله يقدرنا يا رب ان نقدر نقول عن حسن ظن الجميع. يعطيك ألف عافية أستاذة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة الإدارة وباحثة أكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك.
الله يسلمك، مشكور، شكرا جزيلا. العفو. مستمعينا الاعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل معانا الحديث عن مركز التدخل المبكر لعلاج الاطفال في مركز الممزرة الصحي مع الاستاذه فاطمه ابراهيم عبد الله. خلكم ويانا بعد الفاصل، راجعين. صحه وسعاده. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء رحب بتواصلكم، ونرحب أيضا بملاحظاتكم وتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعين الأعزاء نذكركم بالاستفادة من الخدمات الذكية المتميزة بهيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة الواتساب، وأيضا خدمة دوائي، وجميع الخدمات بإمكانكم مستمعين الأعزاء الاتصال على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342. وأيضا نذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت شعار قطر الدم تنقذ حياة إنسان، أيضا على الرقم المجاني الموحد لهيئة الصحة بدبي 800342. أما الآن مستمعين الأعزاء معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم عبدالله رئيس شعبة التأهيل في مركز التدخل المبكر لعلاج الأطفال في مركز المزهر الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها عن التدخل المبكر لعلاج الأطفال في مركز المزهر الصحي. أستاذة فاطمة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور. الله يحييك أستاذة فاطمة. الله يحييك. العفو أستاذة فاطمة، لو تكلمينا شوي نأخذ نبذة عن المركز، مركز التدخل المبكر لعلاج الأطفال في هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على استضافتي، سعيدة أن أكون جزء من البرنامج اليوم. مركز التدخل المبكر تم افتتاحه في 2018 نوفمبر 2018، هو جزء من مركز المزهر الصحي، يوفر خدمات للأطفال إلى عمر 6 سنوات. الخدمات اللي نقدمها هي خدمات تقييم شامل من قبل فريق متعدد التخصصات، عندنا طبيب فيزيائي، طبيب نفسي، أخصائيين علاج طبيعي، أخصائيين علاج مهني، وأخصائيين علاج جسدي. الخدمات اللي نقدمها تقييم وتدخل علاجي، دعم الاجتماعي، هي الخدمة الاجتماعية للأهالي والأطفال، واستشارات للعائلة، وتوعية والدمج المجتمعي. هاي الخدمات اللي نقدمها في المركز. نعم أستاذة فاطمة، عطينا نبذة عن برنامج التطبيب عن بعد التي تم إطلاقها خلال جائحة كورونا. أيوة طبعا، تعرف من بدأت الجائحة ونظرا للقوانين اللي نزلت الدولة تبعتها كلها، فاضطرينا لضمان سلامة الأطفال والأهالي أن نوقف الخدمة لفترة. فمع مرور الوقت وحسينا أن الفترة طالت، فعشان نتفادى تدهور الحالات وعشان نضمن استمرار الخدمة أنها ما تنقطع عنهم، وبطلب من بعض الأهالي سوينا دراسة بديناها بعدد معين من الأطفال عشان نقدم الخدمة عن طريق استخدام بعض البرامج اللي نستخدمها مثل زوم أو تيمز. والحمد لله حسينا أن المبادرة لاقت استحسان العديد من الأهالي، وكان لها أثر إيجابي على الأطفال، فوسعنا شوية، أخذنا عدد أكبر، ويعني بديناها على أساس أن نشوف إذا لاقت استحسان الناس وكان لها أثر ممكن نطبقها حتى عقب. فالحمد لله كانت ردود الأفعال وايد إيجابية، واستفادوا منها الأهالي والأطفال إن ما انقطعت الخدمة عنهم، وإذا الأهالي كان عندهم أي استفسار أي تساؤل كان في تواصل مباشر بيننا وبينهم عن طريق الإحصائيات الاجتماعيات، عن طريق طبيب النفسي اللي عندنا، فكان يتم التنسيق مع الأهالي من قبل. إحصائية الاجتماعية تعطيهم، تحدد لهم موعد اللي يناسبهم الوقت واليوم، وحد من الأهالي يكون متواجد مع الطفل وقت الموعد، ومع المعالج يتم تقديم الخدمة، يشرح لهم التمارين أو إذا عندهم أي استفسار أي شيء يوضح لهم إياها، يعطيهم بعض التمارين أو الإرشادات أن يطبقونها كخطة للطفل من خلال الأسبوع كله، يعني عشان نضمن أن الخدمة ما توقف. فالحمد لله كانت الخدمة يعني ممتازة، ووايد أهالي استأنسوا عليها، وفي أهالي يطلبون حتى أن يعني عقب الأزمة
تخلص إن شاء الله في بعض الأمهات العاملات، ممكن إن إحنا ندرس تطبيقها حتى عقب الجائحة. نعم طبعا أستاذة فاطمة، يعني البرنامج العلاجي أو التأهيلي المطبق عندكم في مركز التأهيل هناك طبعا متخصصين مختلفين، كيف يتم التواصل يعني بين المتخصصين وبين المتعاملين؟ يعني مثلا أنت ذكرتي أن في يعني مثلا الأم ممكن يعني أنها تتعامل معكم في بعض الأوقات الطفل، كيف يتم آلية التواصل بين الفريق الطبي المعالج المتخصص من المركز عندكم والمتعاملين في البيت؟ أوكي، إحنا عندنا مدير الأخصائيات الاجتماعيات يعتبرون هو مدير الحالة. من الأم تبدأ أول موعد عندنا، الأخصائية هي تكون اللينك بين الفريق الطبي وبين الأهالي. نعم. أي احتياج أي شيء يكون في تواصل مباشر دايركت مع الأخصائية، فيتم نسق بينهم. فمن بدينا من بدت الجائحة وانقطع العلاج، في أهالي تواصلوا مع الأخصائيات إنه متى بنرجع، وفي أهالي يعني ما شاء الله عندهم حتى المعدات اللي تناسب إنه يسوون التمارين في البيت. فبدينا أول شيء تواصل كان بين الأهالي والأخصائيات والفريق قبل الواتساب، يعني كانوا يطرشون بعض الفيديوهات اللي تساعدهم. نعم. أو بعض الإرشادات. عقب فكرنا في موضوع التلي سيشن وبالتنسيق مع الأخصائيات، كانت الأخصائية هي اللينك بين الفريق، تعرف يعني الأخصائيات اللي يشتغلون مع الطفل، فنسقنا بينهم وعطيناهم يعني مواعيد تناسب الخطة العلاجية اللي كانت عندهم قبل، يعني مع الأخصائي اللي كان يعالجهم قبل حطيناهم جدول، والأخصائي أوردي عنده خطة علاجية بعدينها من أول السنة فكملوا عليها، وإن شاء الله عقب ما نفتح السيرفس ويرجعون طبعا بندرس الأوتكم من تلي سيشن، بيبين بعد ما يرجعون بنسوي لهم الأسسمنت وعلى أساسه بيبين الإفكت مال التلي سيشن إن شاء الله. أستاذة فاطمة، بخصوص المرضى، هل يتم يعني تحويلهم من مستشفيات ولا ممكن يعني الشخص يوصل لكم بشكل مباشر للمركز؟ لا، يتم تحويلهم عن طريق طبيب أطفال في عيادات الرعاية الصحية الأولية. نعم. والأطفال اللي احنا عطيناهم طبقنا عليهم البرنامج كانوا هم already enrolled في السيرفس مالنا، يعني هم بعدين معانا من تقريبا بداية السنة يعني، فكملنا معاهم يعني نفسهم اللي كانوا بعدين السيرفس ما قطعنا عنهم السيرفس وكملنا، بس الجداد إن شاء الله من نرجع نفتح السيرفس بنستقبل المرضى الأطفال جداد إن شاء الله. طبعا يتم تقييمهم أيضا أستاذة فاطمة بشكل مختلف في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، لو نتكلم عن يعني إذا تم استقبال حالة جديدة كيف ممكن يكون التواصل بين الفريق الطبي لتقييم الحالات الجديدة عن بعد؟ لا، عن بعد ما نفضل أن نأخذ مرضى جداد عن طريق تطبيق عن بعد. نعم. فالمركز إن شاء الله سيتم افتتاح المركز إن شاء الله وذن في غضون أسبوعين إن شاء الله بيرد يفتح المركز، وطبعا بناخذ التدابير الوقائية المتبعة في الهيئة، وش اسمه بنبدأ إن شاء الله يعني في غضون أسبوعين بيبدأ السيرفس، فإذا عندنا مرضى جديدات بنبدأ معاهم إن شاء الله. عندنا فريق متخصص كبداية، الطفل يتم تحويله من طبيب أطفال، الفريق كامل يجتمعون ويسوون التقييم بوجود أحد من الأهالي، وعقب على أساس التقييم وعلى أساس الأهالي شو يفضلون أو هم شو الريكويرمنت اللي حاطين في بالهم، نحط خطة علاجية للأطفال ويبدون عقب الأخصائي، يعني كل واحد على حسب تخصصه يبدأ خطة العلاجية مع الطفل. نعم أستاذة فاطمة، طبعا لو نتكلم عن مدة العلاج، طبعا برنامج التأهيل في الغالب يعني يكون فترته طويلة شوية، كيف مدة العلاج اللي تم يعني إعطائه للمتعاملين عندكم، وكيف آلية القبول أيضا سواء من الأهالي أو حتى من الأطفال؟ بالنسبة للجلسات الطبيعية في العيادة تكون 45 دقيقة للطفل، جلسة التقييم تكون مدتها ساعة تقريبا. نعم. وبالنسبة للتطبيب عن بعد احنا سوينا سيشن تقريبا 35 إلى 40 دقيقة، هذا الليمت أصلا مال البرامج يكون، والمست نفس السيشن اللي في المركز كان 45 دقيقة فقللناها 5 دقائق تقريبا، قلت 40 دقيقة كانت مدة السيشن.
مع الأطفال عندي. طبعا هاي تكون عن طريق يعني استخدام أستاذة فاطمة، لو تحدثين عن البرامج الذكية وحتى التطبيقات الذكية أو الأنظمة الذكية اللي استخدمها المركز في تعامله مع المتعاملين. ايوه، بالنسبه للتطبيق، التطبيق عن بعد استخدمنا برنامج زوم او تيمز على حسب شو اللي كان يتناسب مع الاهالي، وكانوا يطرشوا لهم يعني يحددون الموعد معاهم ويتواصلون معاهم قبل بخمس دقائق، والام تكون جاهزه مع الطفل ويبدون السيشن. المعالج يوضح لهم شو المفروض هي تسويه، هي تبقى قدامه اذا في تعديل، اذا في اي شيء يخبرها، وعقبها على اخر السيشن يعطيها خطه للطفل تكمل معاه لما الموعد زياده. نعم، لو تحدثين أستاذة فاطمة يعني كيف كان انطباع الأهل بخصوص الخدمات المميزة الحقيقة اللي تقدمونها للأهالي، ومثل ما ذكرتي يعني استخدمتوا كثير من الوسائل الذكية والوسائل الحديثة خلال الفترة هاي، كيف كان انطباع الأهل بخصوص الخدمات المميزة؟ صراحة ممكن نقول إن معظمهم، ممكن كلهم، كل اللي طبقوا المبادرة كانوا سعيدين جدا إن الخدمة ما وقفت عن عيالهم، وإن الحمد لله كان في تجاوب كبير من الأطفال، حتى إن ردوا شافوا المعالج واستانسوا، وحتى قاموا الأمهات يطرشون الفيدباك واتساب فيديوهات لعيالهم، إن الحمد لله ردوا يسوون الأكتيفيتيز، شوي شوي تحسنوا، لأن الفترة اللي وقفوا فيها كانوا وايد يحاتون الأهالي الصراحة. حتى نحن كنا نتواصل معاهم ان شو يسوون، نعطيهم نصائح، سووا شيء، حتى كان يطلعون المعالجين يطلعون خط يعني على حسب خطه الطفل، كانوا يطلعون فيديوهات تناسبهم من اليوتيوب ويطرشون لهم اياها، كانت الام تنفذها وترد تطرش لنا اياها. فعقب ما بدينا التلي سيشن وايد كانوا سعيدين فيها، ومثل ما ذكرت قبل ان شاء الله ان ندرس ان نطبق نكمل مع بعض الاهالي اللي ما يناسبهم ان يجون المركز، ممكن نكمل معاهم بعد ما نرجع وتنتهي الجائحه ان شاء الله. إن شاء الله. أستاذة فاطمة، إذا يعني هناك من يعني نصيحة لأهالي أطفال أصحاب الهمم لمساعدتهم في التأقلم خلال جائحة كورونا، شو تنصحين؟ كلنا نعرف طبعا أن هالفئات أطفال وأصحاب الهمم كلهم أكثر الناس عرضة للإصابة بكوفيد 19، الله يبعد عنا وعنهم الشر يا رب. أنصحهم أن دائما يلتزمون بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد وغيره اللي كلنا نعرف عنها، وانه يحاولون ما يطلعون الا للضروره، والله يحفظ الجميع يا رب ويزيل عنا هذا الوباء قريبا ان شاء الله. شكرا استاذه فاطمه ابراهيم عبد الله، رئيس شعبه التاهيل في مركز التدخل المبكر لعلاج الاطفال في مركز المزهر الصحي بهيئه الصحه بدبي، كل الشكر والتقدير. شكرا لكم، ان شاء الله مشكورين، ما قصرتوا، الله يحفظكم يا رب. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا بأن الالتزام مستمعينا الأعزاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني، وليساعدنا أيضا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة نجاة السويدي، وأيضا مخرجنا المتألق نمر محمد، وأشكر أيضا ضيفي العزيز أستاذ عبد الله الشرهان. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.